السلام عليكم. ليكتشر الأول حق الفسيولوجي، راح نتكلم عن الفسيولوجي في دنيرف. مبدئيا هذا كلام يعني فاضي، يقول لك the basic property of the nerve tissue is إيش excitability، يعني يسوي إيش إنه يحفز الأعضاء والأشياء هذه عشان تشتغل. فهو which the ability to إيش response to the inadequate stimulus and generate equal electrical impulse، يعني يسوي impulse. النيورون هي الstructure of the nervous system. طيب هي تسوي generate and conduct electrical signals اللي هي الimpulse، توديها للنيورون نفسها وتوديها بعض الأحيان للمسل وليش وللغلاندز. ترى عندنا يقولك ان ترى عندنا ايش different size of ايش and shape of nerves، لكن كلهم عندهم ايش consist of cell body axon and ايش dendrites. طيب ايش هي الدندرايتس؟ هذه هي الدندرايتس، يقول لك انها عبارة عن multiple cytoplasmic processes receive impulse and ايش transmit them. وعندنا السيل بادي، هذه هي اظنها السيل بادي. السيل بادي هي البروسيسنج، تجي تستقبل المعلومه وتطلع ايش الريسبونس المناسب. فهي بروسيسنج سنتر كونتين نيوكليوس اند جرانيولز. الاكسون هذا هو الاكسون، وفي اشياء كثيره. يقول لك انه اللونج اكسون كوندكت النيرف امبلس، يوصل النيرف امبلس. وعلى حسب في بعضها فيها مغطية وبعضها ليست مغطية. طيب ويقول لك the terminal part of the axon is usually ايش branched and form ايش synapse، هذا هو. ويقول لك في synapse وبعدين راح نعرفها بالليكتر اللي بعد ذا. On the long axon myelinated sheet that ايش interrupted at the ايش the node of ايش ريمفر. يقول لك ان ترى فيه شيء اسمه مايلين شيت، وفي بينها فواصل، فواصل هذه اسمها ايش نود اوف ريمفر، وفي بالنص هذا اللي هي اسمها شوان سيلز. طيب ايش هو المايلين شيت؟ هي عبارة عن لايبو بروتين كومبلكس تسوي انهنس رابيد كوندكشن، تخلي التوصيل اسرع، وتسوي ايش ايزوليشن، اكت از ايش ايزوليتر، ديكريز ذا ايش داين فلو 5000 مرة. مو مهم، بس انها تسوي ايزوليشن، عرفنا تسوي ايزوليشن، وانها ايش وتسرع الايش الكوندكشن. طيب تايب اوف اكسون، عندنا ثلاث تصنيفات للاكسون، سهله كلها من مره واحده ان شاء الله تحفظها. اكوردنج تو ذا مايلين شيت، اما يكون فيها مايلين واما يكون فيها ما فيها مايلين. اللي ما فيها مايلين هي الايش السي فايبرز، وإذا ما في مايلين فاحنا قلنا وظيفة المايلين شيت انها تخليها ايش تخليها انهنس رابيد كوندكشن وتسوي ايزوليشن. طيب فهي اكيد انها راح تكون نوت كفر باي ذا مايلين شيت. مثل مين؟ مثل السي فايبر. احنا مقسمين النيرف الاي وبي وسي. طيب السي فايبر هذه ما فيها مايلين شيت، فهي ان مايلينيتد وتس ايش وتس نوت كفر باي ذا مايلين شيت، سو ات از ايش conduct impulse slowly، بطيئة. أما عندنا المايلينيتد فهي covered by myelin sheet اللي هي A و B وإيش conduct the impulse rapidly. طيب هذا according to the إيش to the myelination. According to the thickness and إيش velocity اللي هي السرعة والغلظ حق هذا، فيمقسمها لثلاث أصناف، إما A أو B أو C برضو. طيب A أكيد يعني هي دائما A أكبر واحدة، بعدين B بعدين C. A من 2 إلى 20 مايكرون اللي هي الدايمتر حقها. طيب ناخذ العشرين هذه والسرعة حقتها من 20 إلى 120. طيب البي الدايمتر حقها من 1 إلى 5، السرعة حقتها من 5 إلى 15. آخر واحدة السي هي 1 مايكرون الدايمتر حقها، فهي تبدأ من 0.5 إلى 2 متر بير سكند، يعني توصل من 0.5 إلى 2 متر بالثانية. أما هذه توصل من 5 إلى 15 إمبلس، توصلها من 5 إلى 15 متر بالثانية. وأسرع واحدة اللي هي A. آخر شيء عندنا according to the function، وهذه أشياء إحنا عارفينها اللي هي السنسور اللي نحس والموتر اللي هي يوصل والإيش والإنترا نيورونز. أول واحدة اللي هي إيش السنسور. السنسور the fibers transmit the information to the CNS.
أما الموتور اللي هي الإفرنت فهي the fibers that transmit electrical signal to the muscle أو gland أو other neurons. آخر شيء اللي هي إيش انتر نيرونز اللي هي إيش that fiber connect neurons with إيش within the CNS. هذه راح نأخذها بعدين في إيش في CNS block إن شاء الله على خير. Some basic terms للنيرون حنا عارفينها في stimuli اللي هو إيش أي تغيير بالأجواء الخارجية أو الداخلية للجسم تمام فهي إيش sudden change in the external or internal environment caused by إيش change in the activities of the organism مثل chemical أو mechanical أو إيش thermal اللي هي درجة حرارة in the nerve experiment we use electrical stimuli as إيش like a natural stimuli and إيش can be controlled and measured. مبروك يقولوا ترى أنا قدرنا نقيس الآن إيش القدرات ال النيرفز. الريسبتور اللي هو إيش يستقبل والإمبلس اللي هي الإمبلس اللي تروح والريسبونس اللي هو اللي إيش اللي أنت تسويه. فهو يعني كلام فاضي صراحة هذا نعم. طيب نجي للفاكتور افكتنج ذا ايش ذا افكتيفنس اوف ذا ايش ذا الكتريكال امبلس ايش اللي ياثر على قدره ال استيمولاي ايش هو اللي ياثر على الاستيمولاي استيمولاي لازم يكون قوي والوقت معين والريت الريت يعني هل هو جاء بسرعه وتزايد او ايش شوي شوي وتناقص او شوي شوي وثابت فيقول لك سترونج او الديوريشن او ايش الريت نجي نتكلم عنهم واحده واحده اللي هي سترونج اذا كان سترونج يعني مثلا انا غزيتك بسكين بقوه غير عن لو غزيتك شوي شوي طيب او دبوس لو غزيت كذا بيدك بشكل قوي او شوي شوي راح يختلف الرد فهذا ياثر في an effective stimuli needs ash a certain amplitude to ash excite the nerve and produce an amplitude اللي هي threshold يعني لازم تكون قوة معينة طيب الحين نجي للرسمة دي اللي ما لها داعي الديوريشن لو أنا جيت وغزيتك فيه على حسب المدة يعني مثلا أنا كذا على السريع بأسرع ما أسرع شيء فما راح تحس إلا بعدين يمكن بعدين تحسوا هذا لكن أو لو حسيت لو غزيت كذا أنا بسرعة كذا غزيتك فيه ورصيت عليك فيه حتحس يعني بالموضوع فالديوريشن اوف ذا امبليتيود اوف ذا ستيمولاي ان هل ان افكتيف كارنت موست بي ابلايد فور ايش فور سيرتن ديوريشن تو جيف ريسبونس يعني لازم على وقت معين طيب اخر شيء الريت اذا كان رابيد انكريزد ستيمولاي انتنس تو ذا ثريشولد يعني يوصل الريت حقه يكون يوصل للثريشولد هذا راح يسوي الريسبونس اما اذا كانت سلولي وايل سلولي انكريزد ستيمولاي يعني كذا انا ازيد شوي شوي كذا اغزك حبه 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 ما راح تحس فيه ما راح تسوي ريسبونس ف انكريزد سلولي انكريزد ستيمولاي انتنسيتي ويل ايش ويل نوت جيف ريسبونس دو تو ذا ايش تو ذا اكوموديشن او ايش ادابتيشن خلاص انت قدك تعودت على هذا الشيء فما راح تحس فيه اما كذا بقوة وبسرعة راح إيش راح يحس فيه هذا أظن ما له داعي لكن هو ما ينقري لا من فوق ولا من تحت ولا أنا أعرف إيش ينقري صراحة لكن هذا وقت وهذه قوة فأنت عند القوة هذه ما راح تأثر على النيرف ما راح يسوي إيش ما راح يكون ستيميلاي طيب وعند القوة هذه لكن عند القوة هذه اسمها إيش رايو بيز الرايو بيز هذه القوة هذه إذا عندها راح إيش عند مثلا مدة 0.8 سكند راح إيش راح يأثر فهو محتاج دوريشن وقوة معينة عشان هذا فهذه اسمها الرايو بيز أقل قوة طيب الرايو بيز ضرب 2 اللي هي هنا معناته إن زودنا القوة فصار بوقت أقل فاحنا دبلنا القوة فصار ايش باربعة انا حطيت هذا ارقام يعني افتراضية فصارت من 8 صارت 4 طيب كروناكزي اللي كروناكزي اللي هي ايش اللي هي نص التايم او نص الوقت فكروني يعني ايش يعني وقت ف
هي أخذت نص الوقت، لكن حنا استعملنا هذه والكروناكزي ليش؟ عشان حنا لما جينا نسوي اختبار للنيرف بجسم الإنسان بالجهاز اللي راح الآن نتكلم عنه، صار فيه ريزيستنس من السكن، فإحنا حيش نستوي حنروح نشيل السكن ونمسك النيرف نفسه كذا حنضرر الشخص ونقطع يده وهذا، فإيش سوينا؟ ضعفنا القوة، فصار إيش؟ فصار يعطينا الريسبونس نفس الطبيعي. طيب فهذا أظن أنه كلام ما له داعي. فعندنا اللي يأثر على ستيمولاي اللي هي قوته والوقت والإيش والريت أوف ريزينج ذا ستيمولاي، قوة زيادة ستيمولاي. الريستنج ممبرين وتنشل حاجة كلنا عارفينها أنها الفرق بين ال 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 البوتنشال بتوين الاوتسايد اند انسايد داش ذا ممبرين. فيقول لك انها اتس ذا بوتنشال ديفرنس اوف ذا ممبرين دورينج ذا ريست بتوين انسايد اند اوتسايد اوف ذا سيل ممبرين اتس تيبيكال ان ذا تيبيكال نيرون. يعني بالمتوسط، لان احنا اتفقنا انيش ان النيرون تختلف، اما تكون لها تصنيفات يكون صغيره وكبيره وثيك فايبر ذين فايبر او الى اخره، فتكون من 0.7 من سالب 70 الى سالب 90. طيب when the nerve fiber is resting stage the membrane nerve electrically. احنا الان نتكلم عن ايش؟ عن فرق الايونز. طيب يعني هو سالب وموجب، هذا ما عليك منها، هي سالب هي معناته انه مو معناته انه سالب، معناته موجب في موجب برا اكثر من موجب داخل، فحنا عشان نبسط الموضوع خليناها سالب، يعني بدينا اللي برا من صفر وهنا سالب، خليناها سالب بدل ما نقول هذا والله عنده موجب 40 واللي برا عنده موجب 100، لا نزلنا هذا الصفر ونزلنا هذا الايش لحد ما وصل السالب، فصار عندنا سالب 70. طيب اما من ناحيه الالكترولايتس فحنا لازم نعرف حاجه واحده، ان دائما اكشن بوتنشال ريستنج ميمبرين بوتنشال البوتاسيوم دائما داخل كثير اللي هو البوتاسيوم، والصوديوم دائما برا كثير. طيب دائما برا كثير، لكن حتى وقت الاكشن بوتنشل، لكن الان راح نعرف ليش يصير سالب وليش يصير موجب. طيب فيقول لك ان البوزيتيف اوت انه راح يكون بوزيتيف اوتسايد وايش ونيجاتيف انسايد. طيب ودورينج ذس فيز يقول لك ان فيه مور صوديوم ايون ان ذا اكسترا سيلولر، يعني مقارنه يقارن الصوديوم بالصوديوم، فيقول لك ان الصوديوم برا اكثر من الصوديوم جوا، وفيه البوتاسيوم جوا اكثر من البوتاسيوم برا، يعني مو مقارنه ببعض، مقارنه بنفسه. تمام الميجرمنت يقول لك ان نمسك تو اتس ميجرد باي بليسينج تو مايكرو الكترودز وان اوتسايد ذا نيرف اند وان انسايد ذا نيرف كونكتد تو ذا الكتريكال امبلتيود and ايش very sensitive voltmeter اسمه ايش كاثيدري اسكولوسكوب اللي هو CRO. طيب هذا نقيس فيه ال causes of resting membrane potential، هذا مهم جدا. والان اتكلمكم عن اللي انا جالس اقولكم انه برضو حتى رغم الاكشن بوتنشل راح يبقى البوتاسيوم كثير جوا. اول حاجه عندنا selective permeability، وثاني حاجه عندنا ايش ان الصوديوم بوتاسيوم بامب، هذول الحاجتين هم اللي ايش اللي يخلونا عندنا ريستنج ميمبرين بوتنشل. طيب السلكتيف فيرمابيليتي هذه تاثر على ايش؟ تاثر ب 93% على الميمبرين بوتنشل. طيب ايش اللي يصير بالضبط؟ عندنا يعني مختصر الكلام هذا كله ان عندنا ايش ليكج كانال، ليكج بوتاسيوم كانال. طيب الليكج بوتاسيوم كانال هذه على طول فاتحه، فتطلع بوتاسيوم، تطلع بوتاسيوم، فتخلي الشحنه برا موجب اكثر ايش من جوا. فيقول لك ان ان ايكوال ديستريبيوشن ان اوف ذا ايونز ان بوث سايد اوف ذا سيل ميمبرين وذ ريليتيفلي اكسس كاتايون اوتسايد اند اكسس انايون انسايد. طيب فري موفمنت اوف ذا ايون اكورز فيا ايش فيا ذا ليكج كانال اوبن كانال اللي هي ليكج بوتاسيوم شانلز اندر تو سيرفس اللي هي كونسنتريشن جريدينت والالكتريكال جريدينت. فهي تروح لان مره برا بوزيتيف اكثر، فهي تروح من الاقل بوزيتيفيتيه الى الاكثر، والكونسنتريشن يكون ايش الكونسنتريشن حقها تروح من الاكثر الى الاقل، فيتروح من اجينست اتس كونسنتريشن جريدينت، فيتروح ايش من داخل اكثر بوتاسيوم تطلع برا. طيب
طيب هذا الكلام كله يقول لك ان السلكتيف فيرمابيليتي هي عباره عن ايش، ان في ليكج كانل تطلع ايش البوتاسيوم، والبوتاسيوم بوزيتيف، فيصير عندي ريستنج ميمبرين بوتنشل لها برا بوزيتيف اكثر. طيب يقول لك ان البوتاسيوم مور انسايد، مور انسايد 35 مره، فا اتس ديفيوز اوت اوف ذا نيرف فايبر، عشان كذا هي تطلع برا، فهي اكثر جوا اكثر من برا ب 35 مره. طيب والصوديوم يكون مور اوتسايد 10 مرات، يعني 10 مرات اكثر من انه جوا، 10 اضعاف، سو اتس ديفيوز انسايد ذا نير فايبر. لكن شوف هنا يقول لك ان البوتاسيوم اوت فلو از 100 تايم دان الصوديوم، يعني يقول لك مو هو يروح داخل هذا وهذا يطلع برا، لكن يقول لك ان 100 مره ضعف الايش، وهذا رقم مهم، 100 مره ضعف الايش، ضعف الصوديوم، فهو يطلع اكثر، فعشان كذا عندنا برا بوزيتيفيتي، وهو كثير داخل حتى لو هو يطلع حتى هو يدخل مره كثير، which means ان البوتاسيوم ايونز هاز ايش، هاز هايست بيرميبيليتي الريستنج نيرف، then it effect ان ايش يقول لك ان مور بوزيتيف تشارج out the out and outer surface and negative charge in the inner surface of the membrane. هذا كلام ما له داعي. الصوديوم بوتاسيوم بومب هذه كلنا عارفينها، بس انها تشارك ب 7% انها في كارير بروتين، هذا هو يجي ايش يطلع لنا شو اسمه، يطلع لنا يدخل لنا 3 صوديوم ويطلع لنا 2 ايش 2 بوتاسيوم. هذا اول شيء خلصناه. طيب نجي هنا للاكشن ممبرين بوتنشل، هو نفس القديم بس ايش فيه شويه كلام فاضي يعني حق الهارت. طيب it's serious of rapid change in the ash in the membrane potential caused by ash threshold، يوصل للثريشولد بعدين يصير action potential. طيب stimuli of the nerve fiber by adequate stimuli اللي هي ash threshold stimuli result in ash sequential change in the membrane conductance of the sodium and ash potassium، يصير في تبادل بالصوديوم والبوتاسيوم، هذا يدخل أكثر داخل وهذا يطلع أكثر برا، لكنه برضو نفس الكونسنتريشن جوا برا، لأنه حيصير في لخبطة. لكن بالحالة هذه يصير الصوديوم يدخل أكثر، يصير يدخل أكثر، محنا قلنا هنا أنه يطلع أكثر 100 times، لكن هنا بالحالة هذه فجأة يصير إيش، فجأة يصير في تفتح قنوات الصوديوم فيدخل يدخل يدخل يدخل، فيحول ليها من سالب إلى موجب. الديوريشن يقول لك من صفر من نص الى ايش الى الى 2 ملي سكند، لها الديبولارايزنج والايش والريبولارايزنج، يعني هذا كله يصير بنص ثانيه. هذه والله ما فهمتها ولا علينا منها، لكن في عندنا اشياء نقيس اسمها في الكاثدري انه يقيس مونو او ايش او داي، لكن مو مهم. يعني الفيزز اوف ذا اكشن بوتنشل، الفيزز اوف ذا اكشن بوتنشل عندنا بحكم اننا نحسبها بجهاز، ففي تاخير نص ثانيه عبال ما توصل الجهاز، لكن احنا عندنا ديبولارايزنج وريبولارايزنج وهايبربولارايزيشن وايش وبعدين ريستنج ستيج. هايبربولارايزيشن ليش؟ لان لو اجي اشرحها لك، اعتبر ان قنوات الصوديوم، قنوات الصوديوم الباب اللي كذا تعرفون اللي يلف كذا يلف 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 يلف، قنوات البوتاسيوم لا، الباب القديم، الباب القديم اللي كذا، طيب اللي انفتح ما يقفل الا لين يرجع، فهو يفتح كذا ويفتح كذا. طيب فهذا تكفل بسرعه، يعني هو الحين اعتبر ان الباب كذا، طيب وحنا فتحناه مسكناها كذا، مسكناها كذا ولفيناها كذا، طيب لفيناه لفيناه لفيناه، خلاص الجزء هذا. طيب اعتبر هذا 1 2 3 4. طيب انا جيت افتح باب واحد، طيب فلما فتحت باب واحد هو فتح وخلى يدخل شوية صوديوم بعدين قفل، قفل باب اثنين، بعدين لما قعدت الف، اما هنا لا، هنا لا، هنا غير، هنا لو فتحته ما راح يقفل شيء لان هو باب واحد، يعني اعتبر دي مو موجودة، يعني هو باب واحد، فإذا فتح لازم نفسه هو يرجع. طيب إذا فتح هو نفسه لازم يرجع يقفل، كذا يفتح كذا يقفل، كذا يقفل وكذا يفتح، فما في إلا باب واحد يفتحه، أما هذا فيه أربع أبواب،
طيب ان شاء الله ان الفكره اللي انا جالس اقولها وصلت. طيب وعشان كذا يطول لين ايش؟ لين يرجع يصير ريستنج ممبرين، مو على طول يصير ريستنج ممبرين، يصير هايبر بولرايزنج لان الباب يطول. فاول شيء في شيء اسمه ايش؟ ليت بيريود تايم تايم تيك تيكن اوف ذا اكشن بوتنشال تو بي ايش؟ تو ريتش ذا ريكوردنج الكترودز. ثاني شيء عند الديبولرايزنج اللي هي ايش؟ ان الصوديوم ان فلو فاي ذا فولتج جيتد صوديوم شانلز، وفي الفايرنج ليفل اللي هي ثريشولد اللي هذه هي 55 الى ايش؟ الى سالب 65. ومتى هذا يصير؟ اكورز ات ايش؟ ات سالب 55 الى سالب 65 when all ايش voltage gated sodium channels open. الريبولرايزنج اللي هي لما يصير ايش؟ اوت فلو للبوتاسيوم اكثر، فتقفل حقات الصوديوم وتفتح حقات الايش؟ حقات البوتاسيوم، فهي opening the voltage gated potassium channels. Hyperpolarization over shunt. بعدين then ايش؟ then return to ايش؟ resting membrane potential عن طريق الايش؟ الصوديوم بوتاسيوم بامب. طيب هذه البايفيزك وهذه المونوفيزك لكن ما عليكم منها. طيب during the action potential في كلمات يقولها لك الحين انه ان احنا شف احنا جالسين نتكلم عن انه في صوديوم يطلع وبوتاسيوم صوديوم يدخل وبوتاسيوم يطلع، لكن ترى اللي خلي الاكشن بوتنشل يصير مو عشان انه والله صوديوم دخل ولا بوتاسيوم دخل، هم يساعدون بس ان ايش؟ ان نغير الاشاره من سالب الموجب، يعني هذا اللي خلى اكشن بوتنشل. يعني لو دخل صوديوم كثير داخل لكنه ما غير الاشاره بقت سالب، ما راح يصير اكشن بوتنشل. يعني احنا ان ايش؟ ان الإشارة هي اللي تغير. فلما تيجي تقرأ هنا يقول لك إن during the action potential the reverse polarity there is reverse polarity not reverse إيش in the concentration of the sodium and potassium. فهذا يبقى كثير برا وهذا يبقى كثير جوا نفس مكان، بس إنه يدخل أكثر، يدخل يعني يصير كثير داخل لكنه مو أكثر من برا. فاللي اختلف عندنا الشحنة وليس إيش؟ وليس الconcentration حقه مقارنة بجوا وبرا. وافتر ذا اكشن بوتنشل يقول لك ان الصوديوم بوتاسيوم جريدينت ار ايش ريستابليشد باي ذا صوديوم بوتاسيوم بامب اول اور نان لو. يقول لك ان في شيء اسمه اول اور نان لو. اذا يقول لك ان فيه اذا سنجل فايبر، يعني احنا جبنا نيرف لحاله، طيب احنا عندنا نيرف لحاله وعندنا نيرفات مع بعض بنفس المكان، طيب في واحد صغير واحد كبير واحد عريض واحد طويل واحد قصير على حسب. فإذا مسكنا نيرف واحد ها وصل الثريشولد، وصل استيمولاي الثريشولد يعني المنطقة اللي هيش اللي بعدها يكون اكشن بوتنشل، حيكون اكشن بوتنشل، حيكون اكشن بوتنشل، ما راح يرد شيء لين ايش؟ لين يموت. لكن لو جبنا ايش نيرفات مع بعض، طيب كل واحد له اكشن بوتنشل، يعني هذا شوف ايش عرضه وهذا نحيف وهذا ايش شوية متوسط هذا مرة عارض. فلو جبنا ايش جبنا ستيمولاي وصلنا الثريشولد لحد هذا، فهو هذا اللي حيتفعل، دوله ما راح يتفعلون. طيب فما راح يكون ايش؟ ما راح يكون تحت والله خلص هذا دام انه جاء الثريشولد، لا والله احنا كلنا نسوي اكشن بوتنشل، لا بس هذا اللي راح يسوي اكشن بوتنشل. نزيده شويه راح نوصل لهذا، نزيده اكثر نوصل لهذا وخلص وصلناهم كلهم. لو زدنا فوق هذا ما راح يصير شيء، وبرضو كذلك هذا احنا نوصل له، لكن لو زدنا فوقه ما راح يتغير شيء. طيب ان شاء الله انها ايش؟ انها وصلت تقريبا كذا خلصنا محاضره. طيب فيقول لك ان ايش؟ ان اور اون لان لو ان الاكشن بوتنشال اوف ذا سنجل فايبر ابي يعني يندرج تحت اور اور نان لو ويتش الستيت هذه ايش هي؟ يقول لك ان كل شيء ثابت، ان بروفايدد اول كونديشنز ار كونستنت الاكشن بوتنشل وان بروديوست اذا صار في اكشن بوتنشل راح يصير الايش الماكسيمال امبليتيود راح يوصل اعلى شيء اند ايش كوندكت ايش ماكسيمالي ريجاردليس ذا ستيمولاي برودوسينج يعني بغض النظر عن مين اللي سواه اذا صار في اكشن بوتنشل راح يوصل اعلى امبليتيود واقل شيء. ذا تايب ذا تايبس اوف ايش بوتنشلز ار ايش تو تايبس عندنا نون بروبوجيتد وايش وبروبوجيتد. نون بروبوجيتد يعني لوكال، يعني هو يكون سب ثريشولد ستيمولاي از سب ثريشولد، وجريدد بوتنشال يعني ايش يسوي لي لوكال ريسبونس. اما عندنا
البروبوجيتد which is produced by ايش threshold stimuli راح يسوي لي action potential. هذا الكلام هو يعني مهم جدا اللي هي الفرق بين ذول الاثنين بصورة أدق. ايش يعني graded وايش يعني ايش action potential؟ action potential معناته stimuli reach the ايش the threshold level and ايش causes action potential. هذا معناته الاكشن بوتنشل. اما جريدد بوتنشل معناته ستيمولايت داز نوت ريتش ذا ثريشولد ليفل، يعني ايش سب ثريشولد. طيب ستيمولاي كوز ديبولاريزيشن تو ذا ايش تو ذا ثريشولد ليفل، اما هنا ستيمولاي كوز لوكال تشينج ان ذا ميمبرين بوتنشل سالب 70 لسالب 60 بس، يعني يسوي لي لوكال ريسبونس بس. اتس داي اوفر ايش شورت دوريشن، يعني ما يوصل للي بعده بس كذا يوصل اللوكالي. طيب اما هذا يقولك انه it's propagated يعني يوصل للي بعده. كان بي سميتد يعني اقدر لو اني زدت شوية عليه بستيمولاي ضغطت عليه اكثر حيوصل الاكشن بوتنشل، اما هذا لا ما نقدر خلاص عند الايش زي ما نقول absolute refractory period خلاص لو سويت stimulation اكثر ما راح ايش ما راح يصير فيه ايش ريسبونس اقوى. طيب فهذا does not obey on all or none ايش لو، اما هذا ايش obey on all none لو، يعني ايش يعني هنا ما يندرج تحت ال خلاص دام انه صار في stimuli في action potential معناته انه خلاص حيوصل الماكسيمال امبليتيود، لا هنا ليش؟ لانه لسه اقدر اسوي له stimuli فاقدر اوصله اعلى، فهو حيوصل ايش اقل من 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 الامبليتيود اللي هو يقدر يوصله، اما هنا لا خلاص هو دام انه صار الستيمولاي يوصل الثريشولد ليفل حيوصل ايش ويسوي اكشن بوتنشل. طيب هذا هي اللي شرحتها قبل شوي اللي هي كومبايند، اللي لو قلت زي ما قلت لكم في نيرف كذا صغير في نيرف اكبر منه وفي نيرف اكبر منهم كلهم. طيب يقول لك ان الاكشن بوتنشل اوف ذا ايش ذا نيرف ترانك ات هاز ميني بيكس as each nerve has ايش has threshold stimuli حسب الثيكنس والسبيد اوف ذا كوندكشن. اتس جريدد يعني ايش هي كل ما زودت كل ما وصلت لمرحله معينه. فالسب ثريشولد ما يسوي يعني اذا سويت سب ثريشولد بالنسبه لاصغر واحد فيهم ما راح ياثر لي، لكن لو وصلت ثريشولد الواحد معين حيوصل للريسبونس اوف ذا لو ايش ثريشولد ليفل، لو وصلت ثريشولد للي متوسطات هذول والصغيرات فراح اما وفروم ثريشولد تو ماكسيمال ستيمولاي يعني اعلى شيء اسوي له ستيمولاي ايش الاكشن بوتنشل جرو ان ذا امبليتيود حيوصل ايش اعلى شيء. طيب لاني خلاص فعلتهم كلهم، لو سويت سوبر ماكسيمال ستيمولاي ما راح ياثر لانه خلاص انا وصلت اعلى شيء، فنو فاردر انكريز ان ذا ايش ان ذا اكشن بوتنشل امبليتيود. ذيرفور كومبايند اكشن بوتنشل داز نوت ابي ان اور اور نون لو. طيب يعني مو خلاص جاني ستيمولاي سوالي وصلت الثريشولد والله لفعلهم كلهم، لا ما يمدي لان في اشياء لها ثريشولد معين وفي اشياء لها ثريشولد اعلى وفي اشياء لها ثريشولد اقل. كذلك برضو الايش اللي هي الجريدد بوتنشل. طيب الاكزايتابيلتي تشينجز دورينج ذا ايش دورينج ذا ايش ذا نيرف ستيمولايشن. هذه هي يقول لك ان من النقطه ذي لين النقطة ذي ما تقدر، هذه اسمها absolute refractory period، والله لو قعدت تسوي له تحفيز تحفيز لين تطلع عينك ما راح ايش ما راح يسوي مرة ثانية. طيب اما من المرحلة ذي فهي اسمها relatively، يعني لو جبت stimuli مرة قوي ها يمكن ايش يرجعه. ليش؟ لان هنا لما يوصل هنا كل قنوات الصوديوم تفتح فهي الان كلها فاتحة وتقفل، فخلص لما توصل هنا ترجع تقفل وتفتح ايش قنوات مين قنوات البوتاسيوم فهي كلها ان اكتيفيتد، فلين هنا ما تقدر تفعلها مره ثانيه. اما هنا خلاص تقدر على خفيف لان بعض قنوات البوتاسيوم قفلت. فيقول لك ان الابسوليوت ريفراكتوري بيريود اتس ذا بيريود دورينج ذا نيرف ذات كان نوت بي ايش ريسبونس تو ان ستيمولاي وات ايفر ذا سترينث اوف ذا ستيمولاي مهما كانت قوته. اكزايتابيلتي راح تكون زيرو. اللينث اسندينج لمب اوف ذا ايش ascending limb of the action potential والearly part of the descending limb، يعني كل هذا والearly part أو هو مو الearly part صراحة هو الearly two third. طيب the causes inactivation of ash of all sodium channels هذا السبب. طيب refractory period
relatively refractory period. It's the period during days can be response to stronger than the normal stimuli. يعني أعطيه أقوى من الطبيعي. Excitability is lower than normal. The length اللي هي إيش هذا آخر شيء اللي هي resting rest of the descending limb and إيش hyperpolarization. The causes then some of the sodium channels are still inactivated and some of the potassium channels are إيش are activated. إيش اللي أثر حنا مو قلنا جالسين نتكلم عن الصوديوم والبوتاسيوم فإيش اللي يأثر على الممبرين إكزايتابيليتي مين اللي خليه مين اللي يحول لي الشحنة مو هم سببهم مو بس يغيروا لي الشحنة يعني مو هم اللي عندهم القدرة هذا فيقولك الفاكتور اللي أفكتينج الإيش الممبرين بوتينشل هي الصوديوم والبوتاسيوم والصوديوم بوتاسيوم بوم من ناحية الصوديوم فيقولك إن الصوديوم هو اللي يسوي الأكشن بوتينشل لأن هو اللي كل قنواته تفتح فهو اللي يخلي لي إيش الإشارة الموجبة أكثر داخل فيقولك إن الكونديشن أفكتينج الصوديوم بيرميبيليتي والأفكت إيش الممبرين بوتينشل أند إيش نيرف إكزايتابيليتي يعني اللي أثر على الصوديوم هو اللي أثر على الإكزايتابيليتي فعندكم مثلا لوكال أنستيزيا دراج مثل إيش اللايدوكين ديكريز الصوديوم بيرميبيليتي فيا بلوكينج ذا فولتج جيتد صوديوم شانلز وإذا قفلناها فما راح تفتح فما راح يصير عندي بوزيتيف داخل فديكريز الإكزايتابيليتي أند بلوكج أوف ذا نيرف إمبلس الكالسيوم هذه يعني مثال مسوينه هم يقول لك الكالسيوم يعني كونترا اكزايتابيليتي يعني هو عكس الاكزايتابيليتي اذا زاد معناته ما يخلي لي فيه اكزايتابيليتي اذا قل يصير هايبر اكزايتابيليتي فال هاي كالسيوم كونسنتريشن في الاكسترا سيلر فلويد يعني هايبر كالسيميا ديكريز الصوديوم بيرميبيليتي فديكريز الايش الاكزايتابيليتي اول ذا فاكتور ديكريز الاكزايتابيليتي ار كولد ايش ممبرين ستابلايزر اما لو كالسيوم اكيد انه ايش انكريز الصوديوم بيرميبيليتي فانكريز الاكزايتابيليتي وبرضه انكريز الاكزايتابيليتي وبرضه هايبر نتريميا اذا زاد عندي الصوديوم فاكيد انه ايش انكريز البيرميبيليتي هذه والله عندها علامات استفهام لكني ما ان شاء الله ان يعني تفهمونها البوتاسيوم بيرميبيليتي اذا زاد البوتاسيوم برا طيب اذا زاد البوتاسيوم برا انكريز الاكسترا سيلر بوتاسيوم هايبركاليميا ميكينج ذا ريستنج ميمبرين بوتنشل مور بوزيتيف فخليها ايش ديبولارايزنج فانكريز الايش الاكزايتابيليتي طيب وايل ديكريز عند بوتاسيوم مثل ديزيز اسمه فاميليال بريدك باراليسيس هذا يكون عندهم قليل البوتاسيوم ف ميكينج ذا ايش ذا ريستنج ميمبرين بوتنشل هايبر بولارايزد فديكريز الاكزايتابيليتي اخر شيء الصوديوم بوتاسيوم بمب برولونج اونلي ان برولونج بلوكج وود افكت ريستنج ميمبرين بوتنشل جينيسيس اوف ذا اكشن بوتنشل طيب propagation action potential يعني انه يوصل للي بعده فيقول لك ايش انه the generation impulse اللي هي action potential travels along the length of the nerve fiber in both directions by sequential generation of the identical action potential يعني هذا يقول لك انه ترى action potential يروح من جهة الاخرى ويروح بالاتجاهين عشان يسوي لي ايش action potential طيب لكن هنا يقولك the magnitude of the action potential does not change as its ash is conduct along the axon يعني ما راح يتغير يبقى زي ما هو إذا مشى كده يبقى زي ما هو ما راح يتغير ما راح يضعف ما راح يقوى طيب the speed of the propagation is ash proportional أو proportionate with the fiber diameter والmyelin sheet أو thickness and ash ال intranodal length يعني يقول لك ان ترى سرعة التوصيل هذه تختلف من نيرف النيرف زي ما قلنا على حسب اذا كان في مايلين شيت ولا ما في مايلين شيت على حسب هو غليظ ولا هو دقيق ولا هو ضعيف ولا هذا فيقول لك هنا ان ال unmyelinated nerve fiber only point to point يعني من مكان لمكان only point to point اللي هي local circular راح يكون slow ومور ايش energy consume يستعمل energy اكثر
فهو لما يجي هنا شوفوا كيف يغيرها، يغير هذه بهذه، وبعدين يروح هنا بعدين يغير هذه بهذه، يغير هذه بهذه، يغير هذه بهذه. أما هنا هو ينقز كذا بالضبط، يعني كذا يقفز 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 يقفز، فهو كل ما نط من جهة الأخرى على طول إيش يصير فيه سويتش الكامل هذا باللي برا، فعلى طول يصير إيش من بوزيتيف للنيجاتيف. فهي unmyelinated أو myelinated nerve fibers هي إيش solitary conduction أو إيش أو jumping. The action potential occurs at إيش at the node of Renvier اللي فراغات اللي بين المايلين شيت، يصير في جمب جمب كذا، فيتكون رابط وإيش وconserve the energy for the action، يحفظ الطاقة ويستعمل طاقة أقل. فالmyelinated أحسن من unmyelinated. شكرا لكم.